السلام عليكم، مرحبا بكم اخوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس وديروا النجام الله فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله. انطلقت رسميا عملية انتاج السيارات بمصنع هيونداي بولاية تيارت بمعدل 70 سيارة يوميا في المرحلة الاولى، على ان تصل الى 900 سيارة يوميا في غضون 3 سنوات. اشرف والي ولاية تيارت علي بوكر على انطلاق عملية انتاج السيارات بمصنع هيونداي TMC. حسب بيان الولاية، سيساهم استئناف العمل بالمصنع توفير 1400 منصب عمل مباشر في حدود السنة، وسيصل إنتاج المصنع في المرحلة الأولى إلى 70 سيارة يوميا قبل أن ينتقل إلى إنتاج 900 سيارة يوميا بنسبة إدماج قدرها 40% في السنوات الثلاثة القادمة. أكد المدير الاستراتيجي لشركة TMC عبد الرحمن مجاوي أن سعر سيارة هيونداي سيكون في متناول الجميع، وأضاف في تصريحات إعلامية على هامش مراسم استئناف مصنع هيونداي بتيارة نشاطه أن إعادة بعث نشاط المصنع والوحدتين التابعتين له سيخفف من الضغط الذي شهده سوق السيارات مؤخرا. من جانبه، كشف أن المدير العام المركب خالد جاب الله أن استئناف نشاط مركب بخط إنتاج واحد ينتج نوعا واحدا من سيارات العلامة، يتعلق الأمر بأكسنت على أن يتم تشغيل 7 خطوط لإنتاج 8 أنواع من نفس العلامة وتشغيل 780 عامل. هيونداي إيديس بسعر أقل من 95 مليون سنتيم. جديد أسعار السيارة المستوردة هيونداي إيديس الحطبة، فإنه حسب التقارير في حال دخولها للسوق الجزائرية يتوقع أن يتم تسويقها بسعر أقل من 95 مليون سنتيم. تتميز بشكلها الرياضي الشرس وجهتها الأمامية الجديدة كليا بمصابيح حادة وأضواء نهارية، كما تدعمت بأرمادة من تجهيزات الراحة والأمان وقيادة معززة، أضواء نهارية، ABS، USB، كاميرا خلفية، عجلة معدنية بمقاس 15 إنش، وغيرها من التجهيزات الأخرى التي تجعلها الأغنى في فئتها منافسا شرسا لكيا بيكانتو ورونو توينغو. ما تنساوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا النجام الله فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله.